السلام عليكم، اخباركم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هبدا اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروب صحي ومفيد جدا للجسم وللبشره وللشعر، وهو مشروب التمر مع الشوفان، وطعمه لذيذ جدا وصحي جدا، ويعتبر يعني بديل للسحلب، هو قوامه اخف شويه من السحلب، فشايفين جماله تكاته وحركاته بعد ما قدمناه. يلا نشوف طريقته ومقاديره. نبدأ نقول بسم الله. مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. ديت المكونات اللي انا هستخدمها في عمل الحليب بالتمر والشوفان. اول حاجة انا عندي هنا معلقتين كبار من الشوفان، لكل معلقة كبيرة من الشوفان كوباية حليب. طبعا انتوا عارفين فوائد الشوفان بالحليب والتمر، يعني من ضمنهم ان هو بيساعد على تعزيز عمل الجهاز المناعي لجسم الانسان، وبيساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبيساعد على العلاج العديد من الامراض، وربنا يشفي كل مريض يا رب، وبيقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. تعالى بقى نشوف بقية المكونات. عندي 7 تمرات منزوعين النوى، وعندي عسل، وكوبايتين حليب. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة انا عندي هنا حلة وبضيف عليها الكوبايتين الحليب، ادي اول كوباية، واضيف تاني كوباية، واضيف عليها الشوفان، 2 معلقة كبار من الشوفان، يعني 2 حليب قصادهم 2 معلقة كبار من الشوفان. تمام، هضيف 7 تمرات، هقلبهم كويس، وراح احطهم على النار يغلوا كلهم مع بعض كده. هفضلت اقلب فيهم لحد ما ايه غلي كلهم مع بعض. تمام، تعالى كده هنشوفهم بعد ما غليوا. اهو كده خلاص غليوا مع بعض كلهم، والشوفان خلاص استوى مع البلح. هروح ايه اضربهم في الهاند بلندر بحيث يكون قوامهم شبيه لقوام السحلب، بس قوام السحلب بيبقى تقيل شويه، ده هيبقى خفيف شويه. تمام، هروح نضربهم كده في الهاند بلندر لحد ما يتضرب كويس والبلح ما يبانش ولا الشوفان، او بالشكل ده. تمام، ده شكله بعد ما ضربت كل المكونات مع بعض. هروح اضيف لهم شويه عسل، يعني 2 معلقة كبار من العسل النحل، او ممكن تكتفوا بس بالبلح لان البلح اصلا مسكر، فهو يعني مش محتاج. لو انتم محتاج، لو حابين تضيفوا العسل براحتكم على حسب رغبتكم يعني. واروح ضايفه عليه 2 معلقة كبار من العسل، وهقلبهم مع بعض. بعد كده تعالوا بقى نشوف شكلهم النهائي بعد ما قدمته. وده شكله النهائي بعد ما قدمته، ورشيت عليه شويه من كاكاو البودر، او ممكن ترشوا عليه رشه قرفه، وممكن تضيفوا عليه شويه من مكسرات، فده على حسب رغبتكم. وبصراحه يعتبر بديل للسحلب، السحلب هو بيتخن بصراحه، اي نعم هو بمدفي، بس ده صحي جدا ومفيد جدا، ومفيد جدا للاطفال، وبيساعد على مستوى التركيز، وبيرفع معدل الذاكره عندهم، ومضاد للاكسده. وممكن تستخدموه المشروب ده بدل ما هو مشروب ساخن يبقى عصير. فان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في قناتي، وانتظروني في وصفة جديدة من يوميات بس بسفرة في الغربة، والسلام عليكم.